أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم حبيت شارككم وقفة العيد، أول يوم بالعيد. إن شاء الله يا رب يكون كل أيامنا أعياد وكل عام أنتم بألف خير. أنتم طمنوني كيف العيد معكم، إن شاء الله عم تقضوا أوقات حلوة. أنا حبيتك أول يوم العيد ما أشارككم شي، بس هلا اليوم حبيت شارككم هذا الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. اليوم هيك أول شي حبيت وقفة العيد، مثل ما بتعرفوا كان في زينة رمضان، حاولت أشيل كل الزينة وهيك، وعن جد أنا عم شيلها كتير، زعلت لأنه قضينا شهر كتير حلو مع بعض، كان كتير شهر حلو، الله يعيده علينا بالصحة والعافية. ومثل ما انكم شايفين كل زينة رمضان بشيلها كتير بدقة وبضبها بشان ترجع، يعني إن شاء الله سنة الجاي برمضان الجاي أرجع استخدمها، يعني ما بكبها، بس إنه لازم نضبها بطريقة صحيحة، وأهم شيء إنه ما يكون في نقلة، فما بصل شيء إن شاء الله. ما بعرف، أنا كتير بحب التغيير، يعني حتى بالعيد بحب إنه أضيف لمسات جديدة على الغرفة بشان نحسك بأجواء بالعيد، لأنه نحن بالغربة، فحبيتك أغير المخدات، أحط مخدات القدامة رجعهم، والورود أجيبها من المطبخ أحطها بهي الفازة الموجودة بالصالون، وجبت هاي المبخرة الجديدة فحطيتها هيك، حسيت غيرت الأجواء كتير. بعد ما خلصت من الصالون الحمد لله، انا عامله غرف النوم كلها قبل بيوم، ففتت على المطبخ هيك اشيل الزينه. الحمد لله السنه كتير ما شاء الله تعبنا بالمطبخ برمضان، وان شاء الله كله بحسناته يا رب، وان شاء الله ما بنطلع الا مغفورين الذنوب. فهون لما شلت الزينه هيك حسيت حالي كتير زعلان، ان الديكورات اللي كنت حاططها برمضان كتير حاببتها، فحبيت احط ديكورات جديده هيك تعطي جوهر للمطبخ. تتذكروا لما عملنا موكيت الخشب لما عملنا ركن القهوة؟ فأنا صار لي شي 6-7 شهور ماني شايلته، شلته ومسحت تحته وكنست ورجعت رجعته ومسحت، صار لي وقت كتير كويس يعني مستخدمته، كتير ممتاز صراحة. إذا البلاط عندكم مثل البلاط عندي كتير بتوسخ وببين عليه الوسخ، هذا كتير رائع بنصحكم فيه.
حبيت فرجيكم هاي القطعة، كنت جايبت جديد مكتوب عليها بالعربي مطبخ تسنيمهم، كتير حبيتها بشغل ريزن، قولوا رأيكم فيها ما حلوة. وجبت كمان اسمي تسنيم بالإنجليزي كمان بيشتغل ضوء، فحبيتها كتير، فقلت لحالي قولوا لي رأيكم فيها، حبيت أحطها بالمطبخ. لا ما بعرف إذا هي ضابطة للمطبخ، بس هيك حبيت أحطها وأشوف رأيكم، كمان رأيكم كتير بهمني، وبتشكركم من كل قلبي. وهي آخر طبخة برمضان، وعملت ختامها مسك باللون الأبيض، مثل ما بلشنا رمضان باللون الأبيض حبيت أختمه باللون الأبيض. هي طبخة الشاكرية، من أسهل الطبخات وأحب الطبخات لقلبي صراحة. بلا صار؟ يلا مد إيدك. لا لا لسه دقيقتين. كان يفطرك بابا، كان يفطرك. انتي صايمة؟ ايه. كم يوم صار لك مصومي؟ صار لك اسبوع ها؟ ايه. لا مو اسبوع، من يوم الاثنين. واخيرا وصلنا للفقره يلي انا كتير بحبها، هي التوزيعات للاطفال بمناسبه العيد. كتير انا بفرح فيها، بحس كانه كتير حلوه للطفل، قديش رح يفرح خصوصا بعد الصيام، هيك مكافآت بتحسسه بالعيد، فانا كل عيد بعملها. فقبل ما يجي العيد ببدايه رمضان انا اشتريت هدول الشغلات، اكتريتها من مول مرمره فورم بزيتون بورنو، قلت لكم في محل بيشبه مثل ترنديول، فيه قطع كتير محروفه واسعار رخيصه. جبت طقاقات، حبات للبنات، تعاليق، مفاتيح، جبت كمان ألعاب للصبيان، يعني كتير شغلات بتجنن. هلا أنا رح أعمل وحدة للبنات، أنت بتشوفيني بتعملي مثلي، وعمر بيشوفني كيف بعمل الصبيان بيعمل مثلي. أوكي شو أول شيء تحطي؟ شو هذا؟ يلا حطي. وهي كمان. برافو صح. شو كمان تحطي لها؟ تحطي لها من هاي؟ كمان حبسة صح؟ حبسة برافو. تقدري تحطي لها اثنين بألوان مختلفة. وزيتي تبعيتي المفاتيح، وحدة زهرية. أيوة حلوة كتير. هاي أنا بسكولا. وحطي لها الشوكولاتة وكراميلا، شوكولاتة وكراميلا، وممكن شفت المبتمة اسمها. خلاص حطيتيهم كلهم؟ هم أحلى كلهم. يا الله ما أحلاهم. إياكم يا ريت أرجع صغيرة وأحد يهديني هيك شي على العيد. أنا عملتها هذا وأنتي عملتي هاي. صح. يلا عملي كمان. أنا كمان. هلا دور عمر. هلا عمر طلع علي ولاحظ ودقق كتير. إيه؟ أول شي رح نكتب عيد سعيد للصبيان الحلوين، تمام؟ حطينا اللون الأزرق لأنه نكون صبيان، صح؟ برافو شطورة والله. شو كمان؟ سبايدر ماخو. يلا كمان شو رح تحط من هدول؟ هاي بلو. يلا حلو. شو كمان تحط هاي؟ حط شو كمان؟ بقي الشوكولاتات، روح حط لنا الشوكولاتات. يلا أصدقاء. أيوة هلا. هاي شو كمان؟ هاي. لا هاي لازم. هاي وهاي. هاي. أيوة برافو عمر، خلصنا يا عيني، كتير حلوة مو صح؟ حبيتها؟ ايه. فكرت هذا الكيس ما بيوسع بسكويت، مع انه انا جايبه حجم صغير بسكويت، بس بعدين جربت قام طلع بيوسع بسكويت.
يلا تصبحوا على خير، بكرة من في الصبح في العيد، أوكي؟ يلا تصبحوا على خير. حبيت قبل ما أنام أرتب ضيافة العيد على طاولة السفرة، لأنه عم نسهر مثل ما بتعرفوا، لأنه كنا عم نتسحر فكنا نسهر وقت طويل. فأول يوم العيد ما بدي ألتاش لأنه في عندي كتير شغلات، وخصوصا مع التصوير بتاخد وقت أكتر. فرتبت هيك طاولة السفرة بستاندات الذهبية اللي عندي، وجبت صحونة شفافة موجودة عندي حطيت عليها لضيافة العيد ورتبتها وسكرتها بستريتش. وجبت هدول الصحون الضيافة حطيت فيهم البسكويت، هذا البسكويت جايبته من ترينديول هيك بتجي قطعه ناعمة، والشوكولاتات جبتهم من السوبر ماركت ورتبتهم بهالطريقة. صباح العيد صباح القهوة، بعد شهر كامل من الصيام لما بنشرب القهوة شعور غير شكل. قولوا لي انتوا شو شعوركم بعد ما شربتوا القهوة؟ هلا صار وقت اجهز ملابس العيد، حبيت فرجيكم شو رح البس على العيد. هذا اللون البني هو عباية مع كاب كتير حلو مع المجوهرات، رح تلاقوا روابط من صندوق الوصف العباية ومجوهرات من وين اشتريتهم من حساب على الانستا. كتير حبيت التلبيقة وخصوصا يعني ضابطة للعيد، وكمان حبيت البس هذا الطوق مكتوب عليه اسمي. وهون بلشت طالع اتياب الاولاد عشان كمان البسهم ويكونوا جاهزين للعيد كمان. هم بلش ولادي يلبسوا تيابهم العيد، ما شاء الله صاروا كبار ويلبسوا لحالهم. سبحان الله العيد الماضي كنت أنا بلبسهم، بس هلا صاروا كبار صاروا يلبسوا لحالهم ومبسوطين كانوا كتير على العيد وفهمانين العيد أكتر من قبل. عملت لها لشام تسريحة صراحة ما شاركتكم إياها، بس إذا بدكم شاركوني إياها بالفيديوهات الجاي اكتبوا لي بالتعليقات. هلا أول ما بعملها بتطلع كتير حلوة، بس أكيد بعد ما تلعب وترقد بتهمد وبرجع شعرها مثل ما هو، لأنه أنا حاولت أعمل لها شوي لفة بالغرة وبشعر، عرفتوا يعني هيك الموديل بده. وهيك صار ولادي جاهزين العيد. شوف والله لبستهم طقومة، حبيت فرجيكم اياهم كمان. شوفي اسمك مكتوب عليها بالعربي. انتي بدك تلزقي ما بدك تلزقي تركي هيك قلوب مع بعض. اوكي رح طول لك اياه عشان يبين اكثر. يا عيني فرجيني يا عيني، كثير حبيته انا. حبيتيه شو؟ شو حطيتي بشنطتك؟ فرجيني لمحه حمره. يا عيني انت حطي مصاري هون، ايه العيديات. اوكي تمام يلا امسكي يا عيني. شو حلوة حلوة، صرتي جاهزة للعيد؟ يلا صدر عمر بالعيد. يا عمر سعيد، عيد سعيد. يلا تاخذ هدية قديش بدك؟ ليش عمو؟ كل عام وانتو بخير. شو بدك؟ العيدية. يا عيني كثير. كل عام وانتو بخير. Thank you.
مرتاحين شام عمر؟ مبسوطين؟ يا جماعة هون إلا بدنا نروح على مدينة الألعاب وناخذ الأولاد. أنا قلت له زوجي بدنا نروح، زوجي قال لي بلا ما نروح لأنه بدي تنزل مطر. فعلا بعد شوي نزلت مطر، الساعة أول ما وصلنا نزلت المطر وفوقه كان زحمة مو طبيعية. فلما شفنا هي الزحمة مستحيل يجي دورنا، فحملنا حالنا ورحنا على مطعم ببشك شهير فيهم هيك يعني عاملين غرفة للألعاب مثل ما كنتوا شايفين. هلا نحن كنا مانا فطرانين لأنه متعودين أصلا على الصيام، كنا وقت طويل وكنا شربانين قهوة مع الحلو سدد نفسيتنا، فاعتبرنا الفطور غدا يعني جمعنا الفطور مع الغدا. فهون قعدنا بالمطعم وتغدينا، كانت الساعة هون يعني شي 4. فهون جبنا شوربة العدس لأنه شوربة العدس التركي أنا بحبها، وطلبنا هو هذا المطعم حصرا بيقدم المشاوي ومع البرغل اللي بيقدموه الأتراك، هيك هن بيقدموا مشاوي جنب برغل، وهدول مقبلات كلها بتجي ضيافة من المطعم عرفتوا. وطلبنا أكيد بطاطا مقلية للأولاد لأنه بيحبوا البطاطا المقلية، وكانت الزحمة منيحة يعني حتى بالمطعم مثل ما كنتم شايفين، بس انبسطوا الأولاد ولعبوا وقضينا وقت حلو، وكمان الأكل كان طيب ولذيذ يعني الحمد لله. كنتي عم تلعبي؟ رجعتي تاكلي؟ مبسوطة؟ لك ليش مالك صايمة؟ ماما أكثر شغلة بحبها بهذا المطعم هي القهوة العثمانية، بيحطوا ملح وكحول وبيشغلوها بتغلي القهوة قدامكم وبتشربوها سخنة. هذا كله ضيافة من مطعم الشاي والقهوة، وعن جد طيبين، وحتى مكان الألعاب الأطفال كتير حلو وواسع. بعد ما وصلنا على البيت دق ابن حماوي سلفتي وحابين يجعيدوا علينا، فهون جبت هذا ملطف الجو، هو ريحته مثل ريحة البخور بجيبه من ترنديول، كتير ريحته حلوة. بخيت الغرفة لأنه ما بلحق أشغل بخور. يا عيني تعرفي عيد سعيد كمان؟ يسلمك. الله يسلمك ليلى. الله يسلمك. هلا؟ شو لقيتي جواتها؟ هي هدول بطاطات. بالهنا يا رب. ايه تشكر قدري جنين بنيم. يا يزن يا يزن ليش طافيين ضوية؟ يزن بدك تبيه تبيه. شو تعطي لي يزن عمر؟ بدك تبيه هاي تبيه اللي هذا بمناسبة العيد. لا أصب عيد. أما عيد سعيد لك. عيد سعيد. لي سلم إيديك. لا الله يسلمك. سلموا إيديكم. الله يسلمك. عيد سعيد. أكيد لاحظتوا قديش شام مبسوطة على العيد وكيفك حابة تضيف الناس وكذا، كتير انبسطت لأنها صارت يعني عم تفهم أكتر الأمور. هلا أنتوا حكوا لي عن عادات أو التقاليد اللي بتعملوها أو الطقوس اللي بتعملوها أول يوم العيد، شو بتعملوا شو بتسووا، شو الحلويات اللي بتعملوها كمان اللي ما بنعرفها نحن، كمان اكتبوا ليها بالتعليقات. أنا أكتريت التعليقات بقراها وبحب أعرف وأتعرف على كتير بلدان يعني بتمنى زورها إذا الله راد، فبحب إنه حتى لو ما واحد زارها يتعرف على ثقافات جديدة. شو هذا المي ولا هذا شو؟ لا أدكو. فنجاني وفنجان زوجي وفنجانك فنجان زوجك شايفة؟ يا عيني يسلم يديك يا عيني ويسلمك شاء الله تعجبكم يا رب. حبيبتي ليش احنا تعجبنا؟ حبيت أول شيء أقدم لضيوفي القهوة المرة لأنه كتير منحب نقدمها هيك أول ما يجي الضيف بالعيد. بعدين حبيت أقدم مع القهوة المرة هيك قطعة تمر أو مجففات، وبعدين حبيت أقدم سيفن أب مع الليمون بتطلع كتير طيبة مع المكسرات والبزر، وآخر شيء بحب أقدم القهوة مع حلويات العيد مشكل. هلا هيك أنا بقدم الضيافات، انتو كمان اكتبوا لي شلون شو بتحطوا او شو بتقدموا ضيافات مثلي ولا في اشكال تانية.
انت وين ماك بالعمرانيه؟ تفضلي رؤى ان شاء الله يسلم ايديك. كله جاهز ان شاء الله يعجبك. خلاص طيبين ومن ايديك. وهيك كانت اجوائي اول يوم العيد. فاذا عجبكم الفيديو شاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم، وكل عام انتم بالف خير، وان شاء الله يا رب يكون كل ايامنا اعياد وفرح وسعاده يا رب.